السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر العلمي باء، في هذه الحصة سنقوم بشرح درس بعنوان الأسماء الخمسة. سنقوم بتحليل أبرز الأمور التي يتحدث عنها الدرس، ثم سنقوم بمناقشة النماذج الإعرابية وأمثلة الكتاب بإذن الله تعالى. الأسماء الخمسة، لماذا سميت بالأسماء الخمسة؟ ما الفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عنها خلال هذه الحصة بإذن الله تعالى. الأسماء الخمسة هي عبارة عن خمسة أسماء، هي أب، أخ، حم، وفو، وذو، بمعنى صاحب. هذه الأسماء الخمسة تعرب بعلامات إعراب فرعية، حيث ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن لكي يتم إعراب هذه الأسماء إذا وردت في جمل مفيدة، إعراب الأسماء الخمسة يجب توافر شروط معينة. الشرط الأول ألا تأتي مضافة إلى ياء المتكلم، وألا تكون مثنى ولا مجموعة، والشرط الثالث أن تكون مضافة، أي يأتي بعدها مضاف إليه. قلنا علامات إعراب الأسماء الخمسة فرعية، وهي الواو رفعًا، الألف نصبًا، والياء جرًا. ما الفرق بين علامات الإعراب الفرعية والأصلية؟ علامات إعراب الأسماء في اللغة، العلامات الأصلية هي الضمة رفعًا، الفتحة نصبًا، والكسرة جرًا. وهذه العلامات تسميها علامات الإعراب الأصلية، بينما علامات الإعراب الفرعية وهي الواو رفعًا، الألف نصبًا، والياء جرًا هي علامات إعراب الأسماء الخمسة. لو جئنا هنا إلى المثال الأول، أبو سلمى شاعر فلسطيني. هنا لو نظرنا إلى أبو، كلمة أبو هنا مضافة إلى سلمى، وبالتالي هنا توافر شرط من خلاله يتم إعراب كلمة أبو، إعراب الأسماء الخمسة من ناحية علامات الإعراب. ولكن هنا هذه الأسماء الخمسة إذا انطبقت عليها الشروط تعرب بعلامات الإعراب الفرعية، ولكن إعرابها حسب موقعها الإعرابي. فهنا أبو مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وسلمى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة هنا على الألف للتعذر، شاعر خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره، وفلسطيني نعت مرفوع علامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. الألف نصبا، مثال إن أخاك من أحبك، فهنا إن حرف توكيد ونصب، وهو من النواسخ، اسمه منصوب وخبره مرفوع. فهنا كلمة أخاك أصلها أخ، ولكن هنا أضيفت إلى ضمير فأصبحت، أو توافر هنا شرط الإضافة، وبالتالي نعرب هنا الاسم بعلامة إعراب الأسماء الخمسة، ولكن هنا إعراب هذا الاسم حسب موقعه الإعرابي. هنا أخاك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف هنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أخيرا الياء جرا، مثال قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، هنا إلى حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، أبيكم هنا مضافة إلى مضاف إليه، وهنا كلمة أبي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وكم ضمير متصل مبني
في محل جر مضاف إليه. ختاما وتذكيرا بأن الأسماء الخمسة، لماذا سميت بالأسماء الخمسة؟ لأنها عبارة عن خمسة أسماء، وهي أب أخ حم فو وذو بمعنى صاحب. هذه الأسماء تعرب بعلامات إعراب فرعية، وهي الواو في حالة الرفع، الألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر. ولكن لكي يتم إعراب هذه الأسماء حسب موقعها الإعرابي في الجمل بهذه العلامات الفرعية، يجب توافر عدة شروط. أولا، أن لا تأتي هذه الأسماء مضافة إلى ياء المتكلم، يجب أن تكون مفرد، لا يجب أن تكون مثنى أو جمع. وثالثا، يجب أن تضاف إلى مضاف إليه. ما الفرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي عبارة عن خمسة أسماء، ذكرنا علامات إعرابها وقلنا أنها تعرب حسب موقعها الإعرابي، فمرة جاءت مبتدأ، ومرة اسم مجرور، ومرة اسم إن. بينما الأفعال الخمسة هي أيضا عبارة عن خمسة أفعال على أوزان: يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. هذه الأفعال الخمسة إذا لم تنصب، إذا لم تسبق بناصب أو جازم، ترفع بثبوت النون، وإذا سبقت بناصب أو جازم تنصب وتجزم بحذف النون. ودائما الضمير في نهاية الفعل عبارة عن فاعل، ففي تفعلون ويفعلون هنا واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ويفعلان وتفعلان هنا الألف، ألف الاثنين نسميها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وتفعلين ياء المخاطبة هنا أيضا ضمير في محل رفع فاعل. هذا الفرق بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة من ناحية علامات الإعراب. ولكن الفرق الأبرز والواضح بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة بأن الأفعال والأسماء هناك علامات تدل على الفرق بينها من حيث قبولها لأل التعريف، للتنوين، لكل هذه الأمور. نعود إلى أمثلة الدرس. هنا قلنا نحن في علم النحو الأسماء الخمسة، نلاحظ أمثلة المجموعة ألف: نعم الأب المربي سعيد، قال تعالى إن له أبا شيخا كبيرا، ثلاثة قال تعالى قال أتوني بأخ لكم. لو نظرنا إلى هذه الأمثلة بأن هنا كلمة الأب وأبا وأخ هي من الأسماء الخمسة، ولكن هل تعرب بعلامات الإعراب الفرعية، أي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا في هذه الأمثلة؟ لا، لأن هنا عدم توافر الشروط التي قلنا عنها لإعراب الأسماء الخمسة بالعلامات الفرعية بسبب عدم وجود هنا الإضافة. نعم الأب هنا أسلوب مدح، فهنا الأب قلنا بأن هنا الأب لا تعرب بالواو، بينما هون علامة الإعراب هنا الضمة. لو جينا إلى المثال الثالث: إن له أبا شيخا كبيرا، هنا إن كلمة أبا هي من الأسماء الخمسة ولكن لم تضاف، وبالتالي تعرب إعراب بالعلامات الأصلية. فهنا إن أبا له شيخا كبيرا، أبا هنا اسم إن منصوب، علامة نصبه تنوين الفتح. قال تعالى قال أتوني بأخ لكم، هناك أيضا أخ اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. فإن نظرنا إلى أمثلة المجموعة الأولى نلاحظ بأن هذه الأسماء هي من الأسماء الخمسة، ولكن لم تعرب بالعلامات الفرعية للأسماء الخمسة بسبب عدم توافر شروط الأسماء الخمسة.
لو نظرنا إلى المجموعة باء هنا، قال تعالى وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. هنا كلمة أبونا طبقت عليها علامات إعراب الأسماء الخمسة بسبب وجود الإضافة. فهنا أبونا، أبو هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وأن هنا ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه. المثال الثاني إن أخاك من واساك، فهنا أيضا أخاك هي من الأسماء الخمسة، ولكن ما الفرق بينها وبين مثلا هنا أخ؟ أن هنا أخاك طبقت عليها شرط الأسماء الخمسة بأن تكون مضافة، بينما هنا أخ لم تضاف، وبالتالي هنا نعرب أخاك اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه. الجملة الثالثة قال تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. من يوسف وأخيه، لو نظرنا هنا إلى أخيه، فهنا أخيه من الأسماء الخمسة وطبقت عليها شرط الأسماء الخمسة بأن تكون مضافة، فهنا الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، وأخي اسم معطوف مجرور على يوسف وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ننتبه هنا إلى أن كلمة يوسف ممنوعة من الصرف، فهي من حرف جر، ويوسف اسم مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وعند العطف نعطف على الحركة الأصلية للكلمة لأن هنا الأصل الجر ليوسف، ولكن هنا الفتحة بسبب التعذر. لهذا قلنا بأن هنا أخي اسم معطوف مجرور على يوسف المجرور أيضا، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء قلنا مضاف إليه. وختاما لو نظرنا إلى النماذج الإعرابية الواردة في الكتاب صفحة 64، إن المثال الأول إن أبا الأسود الدؤلي عالم لغوي مشهور. قلنا إن أبا، هنا أبا تم إعرابها بعلامة إعراب الأسماء الخمسة لأنها أضيفت، فهنا إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الأسود مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والدؤلي هنا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. المثال الثاني أبو العتاهية شاعر الزهد في العصر العباسي. هنا أيضا أبو تعرب بإعراب العلامات الفرعية للأسماء الخمسة بسبب توافر الإضافة أبو العتاهية، فهنا أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، العتاهية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. شاعر الزهد، شاعر هنا خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الزهد هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، في هنا حرف جر العصر اسم مجرور والعباسي نعت. المثال الثالث الحديث ذو شجون، الحديث ذو شجون، فهنا كلمة ذو بمعنى
لو نظرنا إلى هذه الجملة، هنا ذو تعرب بعلامات إعراب الأسماء الخمسة الفرعية بسبب توافر شرط الإضافة. فهنا الحديث مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ذو خبر مرفوع، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وشجون مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر الظاهر على آخره. وقبل الختام طلابي الأعزاء، هذا فيديو يلخص الأسماء الخمسة بالتفصيل، مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله خلال الحصة القادمة سنقوم بحل تدريبات الأسماء الخمسة. قناة صوت معنا تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو بعنوان الأسماء الخمسة. الأسماء أخو، حامو، فو، ذو. أعيد: أبو، أخو، حامو، فو، ذو. لماذا سميت الأسماء الخمسة بهذا الاسم؟ لأنها خمسة أسماء تشترك في علامة الإعراب رفعاً ونصباً وجراً، تشترك في علامة الإعراب رفعاً ونصباً وجراً، فهي ترفع بالواو: أبو، أخو، حمو، فو، ذو. تنصب بالألف: أبا، أخا، فا، ذا، وتجر بالياء: أبي سعيد، أخي أخيك، ذي الخلق، وذلك بحسب موقعها الإعرابي. لدينا آية كريمة جاءت فيها الأسماء الخمسة على الحالات الثلاث رفعا ونصبا وجرا، وذلك في سورة يوسف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ليوسف وأخوه، أخوه اسم معطوف مرفوع لأنه معطوف على مرفوع. ليوسف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحب إلى أبينا، إلى أبينا، أبينا اسم مجرور مسبوق بإلى، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إن أبانا، أبانا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أمثلة أخرى: جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أخاك، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أمسكه بفيك، بفيك الباء حرف جر، فيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. صديقي ذو أخلاق، صديقي مبتدأ، ذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إن حماك رجل طيب، حماك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة في الدرس، وهو الشروط الواجب توافرها في هذه الأسماء الخمسة حتى تعرب بهذا الإعراب: ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. أول شرط أن تكون مفردة، فكلمة آباء جمع أب، وأبواه مثنى أب، وإخوة وإخوان، هذه كلها لا تعرب عن طريق الأسماء الخمسة بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء لأنها غير مفردة، ليست على المفرد. اثنين، أن تكون مكبرة، فكلمة أبي وكلمة أخي هذه لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها مصغرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة
إلى غير ياء المتكلم. فكلمة أب لوحدها أو أخ أو كلمة مثلا كلمة حم لوحدها هذه لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها غير مضافة. فمثلا نقول رب أخ لك هنا لا تعرب ب هنا مجرورة ولكن لا تجب الياء لأنها غير مضافة. وكذلك إن له أبا شيخا أبا هنا اسم إن ولكنها منصوبة وعلامة تصبيها الفتحة وليس الألف لأنها غير مضافة. وشرط الإضافة أن تكون لا غير ياء المتكلم. فكلمة أبي وأخي وحمي هذه لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. والشرط أن تكون مضافة ولكن هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم. وهنالك شرط لكلمة فو. شرط لكلمة فو أن تكون خالية من الميم. فكلمة فم لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة وإنما تعرب بالحركات. تعرب بالحركات تقول هذا فم هذا فم افتح فمك عندما تكون الميم موجودة. الشرط أن لا تكون الميم موجودة. هذا هو الدرس.